ثلاث مرات في حين ستة أندية فقط لم يتغير فيها. كريم الله يدخل 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 يدخل, يدخل. الأول الأول و شوف شنو قريب الحكم, شوف الإعادة واضحة, لكن أنا كنت أشاهد الحكم اللي الأمام أمامنا سلام جمعة ما أنطر رأيي, لأن هو ليس من يعني من رأيي أني يعني ممكن أن يعطي يعني رأيته وأن يقول وسط. أيضا هو بدايته كانت مع يسدد ويسجل الهدف الأول, الهدف الأول لفريق النجف في الدقيقة 15. طاهر حميد من ركلة جزاء ينجح بتسجيل الهدف الأول لفريق النجف. حلوة فريق النجف اللي في 19 مباراة يعني سجل 17 هدف, ينجح في التسجيل ينجح بالتسجيل طاهر حميد ويضيف ثالث أهدافه في الدوري على اعتبار أنه هو عنده هدفين في الدوري وينجح في إضافة. إذن خطأ لمصلحة فريق النجف. طاهر يلعب كرة داخل منطقة الجزاء رأسية جول, لكن ما يحتفل التوغولي بابا موسى برأسية ينجح بتسجيل الهدف الثاني لفريق الكرخ بالدقيقة 23. بابا موسى بهذه الكرة ينجح بالتسجيل. شوف بكرة ثابتة بابا موسى, الله هدف جميل لبابا موسى وبرأسية على يسار علي عطية, لكن ما يحتفل لأن هو سبق أن لعب مع الكرخ لثلاثة مواسم وواحد من لاعبي الكرخ السابقين لتحقيق الفوز الخامس في الدوري, فوزه الأول بالمرحلة الأولى. وصافرة تعلن نهاية أحداث هذه المباراة أعزائي المشاهدين بفوز فريق النجف بهدفين دون مقابل على فريق الكرخ. ألف مبروك لفريق النجف وهذا الجمهور.